فاجعة كبيرة ومجزرة حرب بشعة لا يمكن السكوت عنها أو أن نجعلها تمر دون حساب. الليلة تم قصف مستشفى المعمداني في مدينة غزة من قبل إسرائيل، حيث ارتقى مئات الشهداء والجرحى المدنيين الذين لجأوا إليه ليحتموا فيه لمكانته الدينية والطبية، ولم تكترث حكومة الاحتلال الإسرائيلية بكل ذلك. إنها جريمة لا تغتفر، وبذلك تكون حكومة الاحتلال قد تخطت كل الخطوط الحمراء، ولن نسمح لها بالإفلات من المحاسبة والعقاب. منذ اليوم الأول للعدوان عملنا على حقن دماء شعبنا، وأمام هذه الفاجعة التي حدثت الليلة وحرصاً على أبناء شعبنا، قررت قطع زيارتي والعودة لأرض الوطن لأكون بين أبناء شعبي في هذه المحنة الكبيرة. كما اتفقت مع الأشقاء في الأردن ومصر على إلغاء القمة المقررة في عمان اليوم مع الرئيس بايدن، وأدعو الجميع في هذه اللحظات لرصد الصفوف والوحدة وعدم حرف البوصلة وعدم الانجرار للفتن التي لن يستفيد منها إلا أعداء الشعب الفلسطيني. 75 عاماً من المعاناة ومن التشرد والاحتلال والاستيطان والجرائم والانتهاكات المخالفة للقانون الدولي والعالم في صمت مطبق. حذرنا المجتمع الدولي من عواقب جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وأطالب في هذه اللحظات العصيبة بمحاسبة حكومة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا. اتخذوا عشرات القرارات للحماية الدولية لشعبنا ولم يطبقوها لأن أمريكا لا تريد أن تطبقها. هذا العدوان على أبناء شعبنا يجب أن يتوقف، وهذه الجرائم يجب أن تتوقف. لن نسمح بنكبة جديدة في القرن 21، ولن نقبل بأن يهجر شعبنا مرة أخرى. شعبنا سيبقى صامداً على أرض وطنه، ولن نرحل مهما بلغت التضحيات. سنقوم بكل ما يلزم لوقف حمام الدم في غزة الأبرية وفي الضفة الباسلة. إن أي كلام غير وقف هذه الحرب لن نقبل به من أحد إطلاقاً، وعلى مجلس الأمن تحمل مسؤولياته وأن يبادر إلى إصدار قرار بإدانة هذه الجريمة ووقف العدوان فوراً. ندعو جماهير شعبنا البطل إلى الوحدة والتلاحم. إن اللحظة مصيرية وخطيرة، لا يمكن إلا أن تواجه بالوحدة وبالصمود في وجه العدوان الإسرائيلي. أتوجه بتحية التقدير لجماهير شعبنا في قطاع غزة البطل وفي كل مكان، وأقول لهم
إن المخطط الإسرائيلي بتهجيركم من أرض وطننا لن يمر، وسنتصدى له بكل السبل. ونقدر موقف كل الدول العربية التي رفضت الهجرة والتهجير، كل الدول التي تدعو إلى عدم التهجير ولا تسمح به، نقدر موقفها. شعب ولن يستسلم وسينتصر. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى. سنبقى في حالة اجتماع دائم اعتبارا من هذه الليلة لنتخذ القرارات المناسبة من أجل وقف هذه المذابح والمجازر التي ترتكب بحق شعبنا.